أهلا بكم في قناة مشتريات. مع اقتراب موسم الربيع الذي تتفتح فيه الزهور والورود، هيا بنا نتعرف على خطوات عمل الورود من المناديل الورقية. الخطوة الأولى: احضري عددا من المناديل الورقية يتراوح من 8 إلى 10 مناديل باللون المحبب لك، ثم قومي بترتيبها فوق بعضها على طاولة أو أي سطح مستوي لتتمكني من عمل وردة بشكل جيد، وذلك عن طريق فرد المناديل واحدا فوق الآخر بشكل جيد لتكون جميع أطرافها وجوانبها مضبوطة. الخطوة الثانية: قومي بطي تلك المناديل على شكل ثنيات متساوية، واضغطي بإحكام على كل ثنية ليصبح شكلها مشابه لشكل آلة الأكورديون الموسيقية، ثم اقلبي ثنيات تلك المناديل فوق بعضها لتقليل مساحتها فتكون على شكل شريط. احرصي على أن تظل أوراق المناديل ملاصقة لبعضها في هذه الخطوة. الخطوة الثالثة: قومي بثني هذا الشريط إلى نصفين، وبعدها اثني الشريط من المنتصف ليكون الطرف الأول فوق الطرف الثاني. كرري هذه الخطوة برفق عدة مرات حتى تجدي أن هذه الثانية أصبحت مرنة. الخطوة الرابعة: اربطي تلك المناديل من المنتصف باستخدام سلك رفيع طويل عن طريق لفه عدة مرات، ثم لفي أطراف السلك لعمل عقدة فيكون ذلك مركز الوردة. الخطوة الخامسة: لعمل ساق الوردة استخدمي طرف السلك الطويل الملفوف حول مركز الزهرة، اجعليه طويلا أو قصيرا حسب رغبتك. الخطوة السادسة: قومي بفرد ثنيات المناديل التي تمثل أوراق الوردة عن بعضها، وذلك عن طريق فتح أوراق المناديل من أطرافها أو من الداخل كي تكون مفرودة، مع مراعاة أن تقومي بهذه الخطوة برفق حتى لا تنقطع. الخطوة السابعة: قومي بجذب أوراق الوردة بعيدا عن بعضها البعض، يمكنك فرد كل ورقة على حدة لتحقيق ذلك. الخطوة الثامنة: هذه الخطوة إضافية، من الممكن أن تقومي بتدبيس طرفي المناديل أو تدبيس الساق في المنتصف، وذلك للتأكد من زيادة الإحكام. ها قد انتهينا من عمل الوردة باستخدام المناديل الورقية. يمكنك تكرار هذه الخطوة مع مناديل بألوان مختلفة لعمل باقة كاملة من الورود الملونة. أي لون من الورود تفضلين؟ أخبرينا في تعليق أسفل الفيديو، ولا تنسي الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.